ठीक है आओ मेरे पास فضاءات السعادة الحق في جودة السكن اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قراءة لابرز عناوين الصحف الصادرة ليوم غد الجمعة هلع بسجن مولبرغي بعد انفجار علبة طماطم محشوة بالمخدرات العنوان لجريدة الأحداث المغربية وفي تفاصيله أن مصالح الأمن بأسف فتحت تحقيقا في أعقاب ضبط مخدرة داخل علب للطماطم كانت في طريقها لسجين معتقل بسجن مولبرغي وانفجرت بعد فتحها من قبل موظفي السجن تفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى تجدونها في عدد الغد من يومية الأحداث المغربية ويومية الصباح تكتب تحت عنوان إيقاف بستاني سرق 50 مليون بأزمور حيث أحالت الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بأزمور أخيراً بستانياً على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة من أجل السرقة الموصوفة وأمرت النيابة العامة بإيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لسيدي موسى تضيف الصباح اعتقالات غير مسبوقة وتأهب أمني بالشمال لإخماد نيران داعش ويردف كاتب المقال أن عناصر من الفرقة الوطنية والشرطة القضائية باشرت اعتقالات غير مسبوقة في صفوف متهمين يشبه في انتمائهم إلى خلية جديدة متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف الجماعة الإرهابية في العراق تفاصيل أوفى عن هذا الملف تجدونه في عدد الغد من يومية المساء بهذا نصل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الجولة الصحفية أطيب المنى إلى اللقاء Thank you.